السلام عليكم. يا هلا ومرحبا، هلا وسهلا، يلا حيا. اهلا يا هلا والله فيك. يا هلا ومرحبا. هلا والله. هلا وسهلا، يلا حيا. يا مرحبا. المدينة عاد من زار الحرم. الله يحييك. مرحبا بداد وابلا السحايب عد من زار الحرم والمدينة عد من زار الحرم والمدينة مرحبا بداد وابلا السحايب عد من زار الحرم والمدينة عد من زار الحرم والمدينة مرحبا بداد وابلا السحايب عد من زار الحرم والمدينة عد من زار الحرم والمدينة يا مرحبا الله يحييك. الله يحييك اسماعيل. اسماعيل هلا. اخوكم صلاح. حياك الله. الله يحييك. مرحبا الف. كيف حالك دكتور؟ طيب اخوك سعد الكلفي. كيف حالك؟ كيف صحتك؟ طيب الله يحييك. الله يحييك. كيف الصحة؟ ان شاء الله بخير. الله يعطيك العافية. هلا والله. حياك الله. اهلا وسهلا. الله يحييك. الله يحييك. كيف الحال؟ صك طيب. الله يسلمك. يلا حي. اهلا وسهلا. الله يحييك. مليون عليك الكلمة. والله انه قد وجهك. كيف الحال؟ طيب. اهلا وسهلا. حياك الله. الله يحييك. كيف الصحة ان شاء الله؟ الله يبقيك. مرحبا بك. مرحبا ومسهلا. يا اهلا وسهلا. الله يحييكم. كيف صحتكم؟ الله يعطيكم العافية. كيف الحال؟ الله يعطيك العافية. يا مرحبا. الله ومسهلا. الله انا احسن من اللي قبل كانوا متغطين الشباب جاهم شوي مصيبه غيري انا تحليه مصيبه الله الرجال. كيف صحتك؟ الله يبارك فيك. يا الله يبارك فيك. يا هلا وسهلا. فيصل بن قربة. نعم. طيب ان شاء الله. الله يحييك. تفضل تفضل. السلام. الله يعطيكم العافية. بسم الله. الله يسلمك. وقت والله. السلام عليكم. كيف الحال؟ ان شاء الله بخير. هلا وسهلا. اهلا وسهلا. كيف الحال؟ حياك الله. كيف الصحة؟ ان شاء الله بخير. اهلا وسهلا. نعم. كيف الحال؟ ان شاء الله بخير. كيف صحتك؟ طيب. الله يعطيك العافية. اهلا وسهلا. الله يحييكم. هلا والله. هلا في حياتك حلمنا نشر السعادة والنجاح يدوم والعليا شعارة المحبة غيتا وغلا ودادة في حياتك ترسم بحلى عبارة في حياتك ترسم بحلى عبارة. الله يطول لي عمرك. الله يحفظك. الله يسلمك. تسلم. ألف شكر. الله يحييكم. يا أهلا وسهلا. يا مرحبا والله. كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير. يا حياك الله والله في منتجع حياة. يا أهلا وسهلا. حياكم الله. متعب شوية وراء بعض ها؟ لا والله بالعكس. ما نفس بعض أصلا صح؟ الله يحييكم. طبعا تعرفون بالعادة أنا تقريبا لي 13 سنة وأنا أقدم برامج تلفزيونية. ما شاء الله تبارك الله. وبس اليوم أنا ودي إنه نختبر أنتم في التقديم التلفزيوني. فتكون أكون أنا الضيف وأنتم اليوم اللي بتكونوا يعني مذيعين الفقرة اليوم. أبعرف بنفسي شوي بس على أساس فرشة للحديث اللي ممكن نتداوله يعني مع بعض. طبعا يمكن البدايات كانت أول شيء كنت إمام مسجد. ما شاء الله. بعدين المسجد علمني انضباط الوقت. ولأجل ذلك كانت يعني دائما أنا عندي دقة شديدة جدا في المواعيد. وعندي استعداد آخذ 20 مخالفة بس إني لازم أوصل في الموعد اللي أنا يعني متفق مع ناس عليه ما أخلفه. لا الحمد لله ما عندي لاني اطلع قبل بس انه عندي استعداد اخذ مخالفات يعني. بعد ذلك يعني كنت في القوات الجويه توظفت 7 سنوات كنت معلم لضباط وافراد
في التوعية الإسلامية وتوعية المخدرات والمسكرات وإلى آخره. طلعت موظف متعاون مع قناة المجد في بداياتها قبل التأسيس، أسسنا للقناة وعينت مدير برامج قناة المجد وعملت مدير البرامج قناة المجد 7 سنوات تقريبا. الفترة هذه انتقلت فيها، طبعا كنت تقريبا 4 سنوات في الرياض، ثم انتقلت إلى دبي وجلست فيها 3 سنوات مدير لبرامج المجد ومدير لمركز البث في دبي، بث قناة المجد. ما شاء الله. طلعت رجعت بعد 3 سنوات في من دبي وصرت يعني مدير البرامج ومدير مركز البث من بعيد يعني، ومساعد رئيس مجلس الإدارة. ثم طلعت من قناة المجد وأسست لأكثر من قناة، كانت من ضمنها قناة دليل وطلعت على الهواء. ثم عملت بعد ذلك في مركز الملك عبد العزيز الحوار الوطني مدير عام أكاديمية الحوار الوطني للتدريب، والآن أنا تقريبا لي معهم 5 سنوات مدير الأكاديمية، والأكاديمية الحديث حولها طويل يعني. فإحنا ممكن اليوم نتحدث في أكثر من جانب، في عندي جانب في الإدارة وعندي جانب في التدريب وعندي جانب في الإعلام ويعني والأكاديمية بشكل عام. وحاب الحقيقة اليوم أن ندردش يعني، الحقيقة ماني حاب استأثر بالحديث كثير، بس أنه والله حاب أنه يعني يكون في حديث. إن شاء الله أنتم توكم في مقتبل العمر شباب، والله في خواطرنا أسئلة كثيرة. وأنا حاضر للأسئلة هذه يعني، الله حيكم. فهذه بس حبيت كمقدمة، بعدين ننطلق إن شاء الله في تفاصيل كثيرة مجهزينها لكم. الله الله يحييكم يا استاذ اسماعيل. الله يسعدك، شرفتنا اليوم ما شاء الله تبارك الله. انا سمعت انك متعدد في التخصصات، ما الهدف في التعدد في التخصصات؟ لا، لانه هو قال انا تخصصي كذا وتخصصي كذا، فقلت انا لازم اني اعرف يعني. متعدد يعني نحب والله التعدد. شوف يعني انا ترى ضد فكره ان يكون فيه انك تكون عندك اكثر من شيء تعمل عليه، لان هذا يفقدك التركيز، والتركيز مهم جدا في نجاحك. وكثير من الناس انا اشوفهم عنده اشكاليه في انه يعني يحاول يكون عنده اكثر من جانب اكثر من مكان، ثم بعدين يفقد هويته. صحيح. وتلقاه عنده تجارب كثيره بس ما عنده منجز كبير. صحيح. وهذه اشكاليه. صحيح. بس انا لما تكلمت عن المجد كانت هي مرحله بالنسبه لي، مرحله الاعلام، وبعدين تقريبا شبه توقفت وصرت في مجال الاكاديميه. فالآن أنا مركز فيها بشكل يعني كبير، إضافة إلى أني رئيس تحرير لإحدى القنوات الكبرى يعني، الآن أنا رئيس تحرير لها يعني. ما شاء الله. لكني أنا ماني مع الشتات، أنا مع التركيز بصراحة يعني، لأن التركيز حيجعلك تكون مبدع وتحقق أهداف كبيرة أكثر من إنتاجية. إيه إنتاجية أكثر. يا هلا وسهلا، الله يبارك فيك. تسلم. جاب خاطري سؤال حبيت اني اسالك اياه. الله انت تقول لي 13 سنه ما شاء الله تبارك الله في الاعلام. نعم. 13 سنه كلها في التقديم، وهل انت من نفسك رغبت انك تكون في هالمجال التقديم، ولا في احد عزز لك هالمجال وانت سلكت هالسلك؟ لا، هو وقتها انا كنت مدير البرامج في المجد، وبعدين كذا واحنا جالسين في جلسه، واحد من كان المدير التنفيذي قال لي يا اخي انت تنفع تطلع في الشاشه. قم بالله نسوي تست. سوينا تست ركبت الامور يعني. انا جيتك من تعزيز. اي لكن الاصل اني انا لا، انا رجل اهتم بالاداره. مصرح. انا اداري واهتم في الاداره، لاجل ذلك الاعلام بالنسبه لي هو يعني هوايه اكثر من كون. وعشان كذا لو تلاحظ على مدى 13 سنه برامجي ما هي بكثيره. اطلع احيانا واختفي احيانا وكذا، ما احب اني اكون دائما على الشاشه. اي ما احبها، احب اختفي كثير. تفضل. الله يحييك. الله يحييك. يا هلا وسهلا، الله يبارك فيك. تشرفنا بك هذا الليل. طول لي عمرك، الله يحفظك. سؤالي يا استاذ اسماعيل، هل ينبغي ان نتعامل مع الاعلام على انه فرص، واينما اتيحت الفرصه طرقنا بابه، او انه اضع لي خطه او اني اضع لي خطه وهذه الخطه ساكون بعد كذا كذا، اكون بعد كذا كذا، في الوقت اللي اتيحت لنا فرص يمكن ما ادري يعني، انا اللي باقي مشغول الخطه حقي. نعم. إن شاء الله أني قدرت أوضح السؤال. وجهة نظري أنا بصراحة أنه الإعلام يجب أن يكون يعني هواية أكثر من كونه شيء أنت تركز عليه، لأنه غالبا لو تلاحظ البرامج الفضائية تجيك دائما في الفترة المسائية، الفترة اللي أنت ما أنت مرتبط فيها بأي وظيفة كانت،
فأنا مو ضد يعني، بس ماني مع فكرة أنه أنت يكون عملك فعلا هو الإعلام بشكل عام. لكن في المقابل الناس تختلف، يعني تختلف في هذا الجانب. وانت طبعا حسب قدرتك انت، اذا كان انت ترى نفسك في انه لازم والله انا حاب اني اتخصص في وراء، والله اجد انه رسالتي تصل بشكل اكبر للناس وكذا، بس التعلق بالشيء ترى مشكله. ان تتعلق مثلا بالاعلام ثم بعدين فجاه تلقى نفسك فقدته، لان ترى انت بعد فتره تكبر في الاعلام، تكبر ثم بعدين ما تلقى الفرص اللي تتناسب وظهورك الاعلامي. طيب بعدين تختفي، طيب وإذا اختفيت حتكون عندك ألم. أنا من ضمن الناس قابلت ناس مشاهير كثير في بعض البرامج اللي استضفتها، بالذات كانت في رمضان وكذا. أكثر شيء وجدت بعض الناس الكبار الإعلاميين الكبار، وجدت عندهم ألم شديد جدا من تخلي الناس عنهم، وأنه ما عاد صار أحد يهتم لهم ولا عاد أحد يسأل عنهم وما أدري كيف. هو مشكلته أنه ركز كثير على هذا الجانب، وبعدين لما حس أنه كبر وما عاد صار عليه الطلب وكذا، والله إنه واحد منهم يعني يعتبر يعني من الإعلاميين الكبار مرة، والله يمكن كان من أسباب موته القلق والهم اللي شعر فيه من تخلي الناس عنه. فالتعلق يعني بالأشياء هذه ترى جماهيرية، إيه، وخلاص صار يبغى الضوء ويبغى الشو حوله، بعدين جاء إعلام جديد واكتسح الدنيا، فبعدين لقى نفسه هو ما له مكان. وبعدين الناس تبحث دائما عن المصلحة، والمصلحتك فيه تنطلق معاك، وطالما أنت في الشو وفي الإعلام الناس حولك، بس لما الناس تبدأ تنساك تخلت عنك الناس، هنا يبدأ الألم. لو كنت أنت متعلم كان هذا كل همك، هذه إشكالية يعني. أسلم، بما أنه الكاميرا حبت شخصية إسماعيل، وكان أمام الكاميرا مقدم وكانت ثقته في نفسه عالية، إيه، أنا انصدمت صراحة بتغيير مظهر أستاذ إسماعيل. أنا كنت أذكره شيء والآن أصبح أمامي كأنه شخص آخر. أحلى إن شاء الله. أي أكيد أحلى، وسابقا أحلى والآن أحلى. لكن هل تعتقد أنه الشخص اللي يظهر على الإعلام يحرص على نقاط أنه مظهره يكون مقبول بنسبة معينة، بحيث أنه العين أحيانا تحب قبل المضمون؟ في ناس مثلا يجذبها المظهر قبل المضمون، مثلا تشوف طاولة أكل جدا جميلة ورائعة، صح، لكن مضمون الأكل عادي، صح، أو تجي الشخص جدا شكله مميز، صح، بس مضمونه مفقود. فهل قرار تغيير المظهر أو قرار كذا، هل هو قرار شخصي أنه أنا برتاح نفسيا من هالجانب صحتي، ولا جانب أن الكاميرا مطلوب لها كذا يعني؟ والله شوف، يعني يمكن أنا التغير اللي حصل وأنا ماني في الشاشة، لاحظت يعني منقطع عن الشاشة، فما للشاشة علاقة، عشان بس نبرر صحتها. نعم. من المتهمة هذه يعني شيء شخصي. إيه شيء شخصي. لا الأمانة أنا كنت تقريبا يعني نزلت 45 كيلو يعني، ما شاء الله، فتغير الشكل شوي يعني، بس إيه فتغير يعني، وما كان التلفزيون له علاقة لأنه أنا مواقف أصلا، وقفت في فترة إيقاف يعني. إيه في فترة إيقاف ما كانت، لا هي صحة الحقيقة. الواحد تعرف الآن إذا دخل 40 لازم ينتبه. الله يبارك فيكم، الله يعطيك العافية. تسلم، الله يحفظك. الشيء الثاني من وجهة نظرك، يعني في بعض الإعلاميين يبرز فترة من الفترات، بعدين يتمر عليه فترة ينقطع، يعني تطيح ورقته، ما عاد له أي خبر أو أي طاري. فمن وجهة نظرك إيش الأسباب ممكن اللي تخليه يستمر على نفس الرتم، أو والأسباب اللي تخليه يعني ينقطع؟ والله شوف، يمكن وهذا شيء مهم بالنسبة لكم أنتم في بداية الحياة. ترون يا جماعة، الناس تدفعكم شوية للغرور، الشهرة ترونها يعني فعلا تصيب الإنسان بالغرور، فتلقى نفسك أنت بعد فترة الناس تدفعك، يعني الشهرة دفعت ناس للسجن، والشهرة دفعت ناس إلى فقدان وظيفتهم وإلى آخره. فهو الناس يعني يبدون يقولون أنت رهيب وأنت أحسن واحد وأنت كذا، فيشعر أنه خلاص حقق كل شيء، فيخسر بمواقف وأشخاص كثير. فتلقاه مثلا ما عاد يهتم بمواعيده، والله أصابه جزء من الغرور، فصار يعني الناس تطارد وراي، فما علي أطنش هذا ولا أطنش هذا ولا أخلف مواعيدي، الناس جالسة تدور عليه. بس في المقابل الناس جالسة تتناقل
لا لا تكلم فلان ترى كم مرة احنا كلمناه وصار كذا، لا تكلم فلان ترى يطلب مثلا مبالغ عالية كذا، لا تكلم فلان ترى يعني عصبي وإلى آخره. فالناس تبدأ تتناقل عنك، فتبدأ الناس تحجم عنك، تلقى نفسك بعد فترة تكونت عنك فكرة. والإعلام هو عالم قريب، يعني الناس مع بعض تتواصل فعلى طول توصل الصورة، فيخسر الواحد يخسر مواقفه في هذا الجانب. لأجل ذلك يفترض الواحد بس أنه لازم يحسبها صح، لازم يحسبها صح في حالها، في علاقاته، في أنه يحاول دائما يقدم رسالته صح، يحاول أنه ما يخسر الآخرين، يعني يحافظ على أهدافه ويكون عنده رؤية واضحة. ترى أنا بالمناسبة كل سنة عندي هدف أو هدفين لازم أحققها وأشتغل عليها، وكل يوم أفكر في كيف أني أنا ممكن أحققها. والله يا شباب أنه يعني تتحقق ما يجي 6 أشهر إلا أكون حققتها، دائما ما تجي 6 أشهر إلا حققتها. وتخيل يعني حتى أحيانا يعني مثلا كنت قبل فترة كذا قلت هدفي القادم أني أبغى أرجع للإدارة الإعلامية، لأني وقفت فقلت أبغى أرجع للإدارة الإعلامية، فبس كيف ما أعرف، بس هذا هدفي للسنة الجاية، كيف وش القناة وش الوضع ما أعرف، بس هذا هدفي. ثم بعدين بعد تقريبا 2 شهر أو شيء من هذا أنا أفكر فيها، هوجس فيه هذا الهدف لازم يتحقق. كان عندي دراسة أعدها تقييم لعدد من القنوات، دراسة كاملة كبيرة لعدد من القنوات، أشتغل على تقييمها وترسل لهم تقييم شامل للشاشة. فكنا محتاجين أحد هذه الدراسة يعمل على تحكيمها. قعدت أفكر في واحد، قلت والله يا أخي عندي فلان الفلاني لي عنه 4 سنوات، خلينا أتصل عليه وبرشحه هو اللي يحكم هذه الحقيبة. اتصلت عليه قال لي الله جابك، الآن قناة الرسالة أغلقت مكاتبها في الكويت وبتفتح مكاتبها في الرياض ويحتاجون رئيس تحرير. شوف يعني شوف الهدف كيف، يعني هذا المكالمة، المهم أنه أحقق هذا الهدف. فكثير من أهدافي اللي أرسمها أقول السنة هذه عندي الهدفين الفلانية يجب أن تتحقق، واشتغل دائما في كيف أني أحققها. والله أني أحققها، ما تجي 6 أشهر لا أكون حققتها، أعيشه يوميا أحققها. أستاذ بغيت يعني تعطينا نبذة بس إذا أمكن عن أهمية العلاقات في الوسط الإعلامي. إيه شوف أنا يمكن عندي إشكالية، أنا عندي قصور في التواصل، عندي قصور في التواصل كبير. طبعا ليش أنا عندي قصور؟ لأنه أنا عندي أهداف أبغى أحققها، وعندي أهداف كبيرة وعندي أهداف صغيرة، وعندي الناس في الوسط الإعلامي تشغلك بصراحة. وأنا لو أطاوع الناس اللي تتصل وتعال وتعال ولقاء ومدريش واجتماعات وإلى آخر وحاضيع، وما أقدر أحقق من أهدافي شيء للأمانة. يعني أنا عندي قصور في هذا، ولأجل ذلك ما أسعى دائما، حتى أنت لو تبغى تتصل علي ما تلقاني للأمانة يعني. لكن زي أمس مثلا عشان أجي عندكم هنا تواصلوا مع واحد قال أنا جالس الحين مع إسماعيل أبصيدها لكم، لكني يعني أحرص كثير على العلاقات الاجتماعية، ما تشغل وقتي، لابد أني أحقق أهدافي. يعني أنا كيف الآن عندي، يعني عندي الآن مركز، عندي أكاديمية الحوار كمدير الأكاديمية، وعندي الآن رئيس تحرير في قناة الرسالة، وعندي أسرة كبيرة الحمد لله، فكيف أنا أستطيع أن أتوازن في هذه الأشياء لو أني بضيع وقتي في هالعلاقات؟ لكني أحافظ على علاقاتي بس ما أكون يعني إيه؟ انت تقدس الحياه الخاصه والاجتماعيه. جدا. انا ترى بالمناسبه انا اسرتي عندي اهم من حتى العمل، لانه استثمارك الحقيقي هو في ابنائك. هذا صح والله، يعني الحقيقه ان نضيع عمارنا عشان نصلح الناس والاخرين والعالم اللي حامل هم اللي في امريكا وتارك اولادي في البيت. لا يا اخي اولادي انا اول شيء، انا اولى شيء، اولادي اولى شيء، أسرتي الأقربون عندي بالنسبة لهم الأولى يعني. وترون بالمناسبة شباب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب، معناته إيش؟ تبدأ بنفسك، تحب نفسك، تحب للآخرين ما تحب لنفسك. مشكلة الشباب لو تلاحظون يضحي بعمره وبوقته وبجهده، وثم يقول يا أخي الناس ما قدرتني،
الناس ما احترمتني والله، لو تشوف هذول ايش قدمت لهم ولا احد اعطاني وجه ولا احد ولا ليه؟ لان انت اصلا ما قدرت ذاتك. طالما ما قدرت ذاتك لا تنتظر من الاخرين انا ممكن يقدرونك ولا يحبونك. هذا الشيء يجعلك مرتاح نفسيا انه حتى لو ما لقيت تقدير من الاخرين انت راضي عن، بحيث انك انت مركز على العائله والتنميه الذاتيه للنفس، هذا يخليك مرتاح نفسيا حتى لو ما لقيت. شوف حتى في موضوع الاولاد انا دائما اقول للاسره، اقول يعني لا تنتظروني. انا ضد فكره انه والله انا جالس اربي اولادي عشان بكره يخدموني بكره ينفعوني. خطا الحقيقه ان انت تفكر هذا التفكير، خطا انك تفكر هذا التفكير. احنا نربي الاولاد لاجلهم. ما يفترض اني انا انتظر من اي واحد اقدم له شيء انتظر انه يجي ويرد لي هذا المعروف. ترى هذا شيء مريح لك، ولاجل ذاك لما يتنكر عليك الناس ترى ما يهمك الموضوع، لان اصلا انا ما سويته لهم، ما هموني كثير الناس، انا هميت انا فعلت هذا الشيء. وانا في الاعمال دائما في عملي الان والله يا جماعه ان كل همي اني لما اروح اليوم في الليل احط راسي على المخده أقول الحمد لله اليوم أنجزت، الحمد لله أني حققت اليوم منجز. بس أنا أفكر في هذا، يعني ما أفكر في أنه والله فلان ولا أرضي فلان ولا كذا. يعني ترى هذا عامل مرة مهم. تفضل معي إسماعيل. يعني بصراحة كلام مثري جدا، طول عمرك، شكرا لوجودك بيننا. الله يسعدك. لأن زي ما أنت شايف كلنا يمكن أو بعضنا مقبل على الإعلام وأول مرة، وهذا بالنسبة لي أنا أيضا. نعم. أنت تكلمت أنك كنت موظف سابق. إيه. فليش الإعلام؟ ليش اخترت الإعلام وتركت وظيفتك أعتقد؟ إيه. فما تعتقد أنها مخاطرة أنك تترك وظيفتك الإعلام؟ هي إيه. يمكن سؤالين أو ثلاث أسئلة. إيه. والله شوف، يعني أنا كنت طبعا في بدايات المجلس في مرحلة التأسيس كنت متعاون معهم، ما تركت وظيفتي، كنت تمام. متعاون. بس بعدين بعد فترة من العمل معهم هم قالوا نبغاك تتفرغ لنا، وبنعطيك الراتب اللي تاخذه الصباح على الراتب اللي نعطيك إياه الآن، وتكون بس متفرغ لنا يعني. ففعلا تفرغت، وأنا حبيت الإعلام في البداية يعني، وعملت معهم في هذا الجانب. أنا بطبعي أحب المغامرة يعني الجديد. سبع سنوات حدي في الحاجة يعني الإعلام، سبع سنوات ثمان سنوات كنت في بعدين الآن في الأكاديمية، الحين الأكاديمية 4-5 سنوات يعني أعتقد باقي لي سنتين. بالنصيحة الأخيرة، هي مخاطرة ولا لا؟ كيف؟ إنك تركت وظيفتك ودخلت إعلام. والله يا أخي أنا بطبعي عندي إشكالية في المغامر وملول، وعشان كذا حتى الطريق الآن طريق للعمل مستحيل أسبوع أمر من نفس المكان، لازم أغير حتى لو زحمة لو بعيد. بس سبحان الله يعني لا بد اني اغير، التغيير هذا في دمي. يعني انت حبيت بعدين كرهت؟ لا حبيت من البدايه، وتقول قبل شوي انك هاوي الاعلام. اي انا طبعا هو يسال عن ليش انا تركت الاعلام. انا طبعا يعني تركت الظهور الاعلامي، الان ما لي تواجد ظهور اعلامي، بس لي في الاداره الاعلاميه ما زلت. انا كرجل احب الاداره، فالاداره انواع. انا الان اداره اكاديميه واداره الدراسات او القناه اللي اديرها الان، فأحب الإدارة. بس أني أنوع بعد فترة أكون أدرت شيء ثاني، يعني ما أكون مركز على شيء ثاني. تفضل معي. الله خير أستاذ. الله يحييك. أنت كونك تحكيت أن أنت إمام، أنا أيضا إمام، حياك الله، في البحرين، وكذلك مدرس وزارة التربية والتعليم، وأيضا مدير مركز تحفيظ. الله يحييك. وعلى صغر سني قعدت مع الشيخ حسن الحسيني. أيوة نعم. قال لي انت اذا مشيت في درب الاعلام ترى كل الاشياء هذه بتهدها لانه ما بيساعدك. فانا قلت لا ممكن اوزن بينهم، قال صعب. فانا نوعا ما جيت هني تحدي حق الشيخ حسن. طبعا انا وصل رساله، هو طبعا يعني معلمي وانا تلميذه، وقناه هذه ما بخاف يقولون علي شيء، يعني احنا نعرفك من زمان. هل هاي جانب من السؤال، هل هذا بيأثر علي أنا؟ هل تكون تصف مع الشيخ حسن ولا تشوف الوجه الحقيقي اللي بروح فيها؟ أيضا إذا كنت أنا كشخص مؤمن بوجهة نظر معينة، كاريزما هذا الإنسان، تفكيري، وجهة أو الوجهة اللي أنا أفكر أني أمشي فيها، هل ترى أن الإنسان عندما يكون مؤمن في شغلة، ترى ذبحتني خلنا تحكي، عندما يكون مؤمن بشغلة معينة زين أن خلاص يؤمن فيها وما علي من الناس اللي تحتون، ولا لا يشوف شنو جمهوره يحتاج؟ ايه؟
شنو يقولوا له ويمشي على هواهم. اي انا اشوف عندي قناعه يا شباب انه ما في انسان كسول ابدا، لكن في انسان ما وجد شغفه بعد. كل انسان يعني حتى الان الموظفين اللي تلقونهم في كل مكان تلقاه موظف كسول وحاط راس ونايم، هذا مو كسول للامانه، بس هو ما لقى الشغف، ما لقى الحب وين. مجرد انك تجد شغفك فين حتكون شخصيه مختلفه، وهذا اجابتي عليك. انت شغفك فين؟ انت حاب ايش؟ لانه انت اذا حبيت الشيء حتبدع فيه، فلا تعمل في شيء انت تقول والله هذا يحقق لي وظيفه كويسه وراتب كويس. انا ضد الفكره، انا مع الشغف. انا يجب ان تكون مستمتع وين ما كنت، لازم تكون مستمتع. وين عملك هو اللي انت حابه روح له. انا مؤمن في واحب شغله التدريس، لذلك كمحفظ القران وايضا كمعلم. قلت بما اني انا احب هالشغله وهذه، واكثر الفئات اللي عندي شباب، يعني خصوصا من اطفال عندي كمركز تحفيظ او كطلاب عندي في الثانوي في المدرسه، فقلت انا بوظف الاعلام في هذا الشيء. لذلك حتى وانا ادرسهم نطلع ساعات برا، يعني برا انحاء المدرسه نصور افلام توعويه شغلات هذه، قلت اني اوظفها. فبعض الناس يقول لك لا انت لا تغطي كل شيء ترى بتضيع. أنا أشوف أنه بالعكس أني أقدر أوظف شيء في شيء، يعني هذه ما يمنع. صح الآن إن يعني حتى البرامج السابقة شاركت فيها هذه واحد منهم، أنه لا أعطيت أوف حق كل الأشياء هذه وتفرغت الآن. والله شوف يا أخوي، الحقيقة الإعلام يوصلك بشكل كبير، يعني لما تكون مشهور أو معروف حيقطع لك أشواط أكبر وحتصل إلى أهدافك بشكل أسرع، والناس حتهتم لك وتكون الفرص أكبر بالنسبة لك. وأنا أشوف الآن مثلا عندنا في مجلس الشورى في ناس مثلا قضاة وكذا أعضاء مجلس الشورى، كيف صار عضو مجلس الشورى؟ تلقاه له ظهور إعلامي، وكثير ناس تشوفونهم يعني مسكوا مناصب كثيرة، مدراء في أماكن كثيرة، كان لهم ظهور إعلامي. الإعلام والشهرة تراها هي تعطيك مجال أن الناس تعرفك أكثر، بس كيف أنت تستثمرها وفي بداياتك ما يصيبك الغرور فيها، وتحاول انك انت تحافظ على هذه العلاقات. ترى اهم شيء هي العلاقات، كيف ان انت يعني تحاول انك تكسب الناس قدر ما تستطيع، بحيث انه ما تخسر يعني وتكون عليك سمعه ما هي بزينه. الله يعطيك العافيه. اول شيء حياك الله. الله يحييك. الله يبارك فيك. وانت من الاشخاص والنماذج اللي نفتخر فيهم صراحه. الله يعافيك. استاذ اسماعيل، هل النجاحات اللي في حياتك حققتها، هل الاصدقاء والاقارب او البيئه المحيطه حولك هو سبب من اسباب النجاح اللي حققتها في حياتك؟ والله اكيد طبعا. شوف يعني هو صعب الواحد يتكلم دائما عن والديه. انا اشوف الناس دائما تتكلم عن الوالدين انهم هم من اسباب النجاح وكذا، والامانه هذا 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 واجب، هو اللي دائما يحصل اصلا. دائما دور الوالدين في الحياه هو رسم حياتك المستقبليه، بعد ذلك انت تنطلق. فانا للامانه الوالدين كان لهم دور، يعني دور كبير في هذا الجانب، وانطلقت فيها. لكن ايضا حرصت بشكل كبير جدا على اني اتعب على نفسي. جميل. وصقلت كثير، يعني كثير من المواهب، وحاولت اني اقرا كثير، اطلع كثير، اخوض تجارب كثيره. شوفوا يا جماعه، انتم كل واحد منكم هي مركب. المركب يوم من الايام حيمر عندك في الحي حقك او في بيتك، يوم من الايام راح يمر من عندك هذا المركب، بس متى انت تكون جاهز انك تركب؟ فانت يجب عليك ان تكون مستعد بتفاصيل كثيره عشان تكون انت ضمن هذا المركب اللي تستحق ان تصل الى ما تريد ان تصل اليه. فانت لازم تكون جاهز. الفرصه اذا مرت عليك وجتك، ولا انت مستعد لها وجاهز لها، بعدين تلقى نفسك يعني انطلقت. لكن لما تجيك وانت ما انت مستعد لها، ما تستطيع انك تاخذ هالفرصه يعني هل الاصدقاء لهم دور فيها؟ الاصدقاء شوف الايجابيين في نجاح في الحياه، الاصدقاء الايجابيين. ترون يا جماعه يعني يمكن يزعل علي السلك التعليمي، في احد منكم معلم؟ بحريني. راح ما يسمع. احنا نتكلم عن السعوديه. قطاع التعليم موجود فيه سوداويه غير طبيعيه عند المعلمين، وتلاحظون انه الواحد لما يتم اختيار اسمه، والله هذا الرجل تم اختياره معلم، اول شيء يسويه مع اول راتب يسوي عزيمه هذا كبرها يحتفل بهذا الوظيفه. طيب بعد سنه ليش انت صرت مستاء كذا؟ لان البيئه الحقيقه ساخطه جدا. ولاجل ذلك لا تستطيع ان تحصل على مخرج للتعليم
وأنا كمعلم ساخط. هذا كلام كبير. إذا حبيته، إذا حبيت التعليم كان المخرج مميز. وعلى هذا أنت تقيس، أنت أصدقائك مين؟ حتى في تويتر التابع مين؟ ترى هذا يلعب دور كبير يا جماعة. السوداوية اللي تحيط فيكم، أنا والله أشوف لو تدخلون عندي على تويتر ما ممكن تلقون تغريدة واحدة في السوداوية. نفس تويتر. لأنه لازم تكون متفائل، لازم الناس اللي حولك يكونوا متفائلين. جميل. ضروري جدا الناس اللي تتابعهم لابد يكونوا متفائلين عشان تحافظ على نفسك وتحافظ على نجاحاتك. اقترب من الناجحين تنجح. الله يتبعك. تسلم الله يحفظك. أنت تقول تويتر إيش؟ نفس ما في سوداوية هذه. ما معي أصلاً والله مسلمة العرب الثانية. المهم أسلم نبقى في الموضوع. تفضل. المهم بعد إذنك يعني تفضل. فيها أكثر يعني من شخص إعلامي من غير ذكر اسمه يعني، معلش على الشرافية في الكلمة هذه، بس أغلبهم يقول الوسط الإعلامي وسط وسخ، معلش على الكلمة ذي الربع على اللي يسمعون وكذا. فأسمعها كثير والله، ومن الناس يعني متمكنين في الإعلام والله. إيش السبب إنه يقول إنه وسط وسخ؟ يعني في أكيد شيء، وإنه أكثر من واحد يعني، ما هو شخص واحد. بس ما أعتقد إنه يقصد وسط الإعلام. أنا ما فهمت منه بس إنه أسمع الكلمة. هو شوف هو لا، أنا في اعتقادي إنه يعني هو ما يقصد، ما أظنه يعتقد الإعلام الهادف بشكل عام يعني. هو شوف الشهرة الناس تقول دائما سلاح ذو حدين، لكني أنا للأمانة في الإعلام المحافظ أعتقد إنه سلاح ذو حد واحد، وهو إيجابي. لأنه أنت لما تفضل ما ليش، بس أنا أقصد بوضح نقطة صالح، هو يقصد الوسط الإعلامي ليس المحافظ أو الهادف، هو يقصد الشكل العام برا الإعلام. لا لا غلط، أنا أقصد الشكل كلها محافظ. لأن لا بعضهم حتى في اللي يظل خصم اللي ده. لا لا برجع لك، هو سمع كذا يعني برجع لك الإعلام المحافظ صادق مثلا الإعلام المحافظ سواء مدري هنا ولا، بس المهم الإعلام المحافظ في ناس تخليها أحيانا يمكن لاني انا قلت اكثر من شخص، الاشخاص دول اللي اتكلم عنهم في ناس من الاعلام العادي العام وفي ناس من المحافظ قالوا الكلمه دي، ايش السبب يعني؟ معناته في شيء والله. شوف في فرق بين قناه محافظ وقناه اجتماعيه ترفيهيه، في فرق. ايه صح، انا في قناه اجتماعيه ترفيهيه انا اتكلم حتى ولا اضطريت يعني. لا هو بشكل عام الاعلام يا جماعه احنا في اي شيء، في اي شيء ما يفترض ان نعمم، لأنه حتى لو رحت لأي وسط إعلامي آخر، إحنا ما نتكلم حتى عن الإعلام المحافظ، أي وسط إعلامي آخر ستجد فيه أشخاص يعني جيدين وأشخاص غير جيدين، وعلى هذا تقيس يعني. إحنا يفترض أنه مو كل الناس ملائكة. أنا الفترة اللي 13 سنة بالذات كانت قناة المجد توها بدأت وانطلقت في بداياتها، كانت زخم كبير جدا، وكان فيه يعني ظهر نجوم بشكل كبير، تعرفنا على عدد كبير من المشاهير، أغلبهم تقريباً تعرفنا عليهم، وكل مرة كنت أصطدم بواقع معين، كنت أقول يا أخي والله ليتني بس كنت أعرفه من خلف الشاشة، ليتني ما عرفته، ليتني ما عرفته. هذا يحصل لأنه إحنا الإشكالية نقول نشوف الشاشة ونقول هذا يشوف مبتسم ونشوفه يتكلم كلام منمق معين ونقول هذا أحسن واحد في العالم، ثم بعدين لما تتعرف عليه تلقى إنسان عادي يعتري ما يعتري، تلقاه يكذب، تلقاه يغضب، تلقاه أحيانا يهضمك حقك، تلقاه كذا، فتبدأ أنت ما في أحد ملك، ما في أحد ملك. الإشكالية بس أنه إحنا نصطدم أحيانا بواقع معين فنقيس عليه، ولا ترى هم في الأخير يعني تدخل في عالمهم تلقى عالم عادي يعني مثل أي واحد آخر. يعني الله تكلم، بسبب ممارستنا العقلية أنه إحنا نقدس ناس في الإعلام، فلما نقابلهم في الواقع بسبب تقديسنا السابق لهم ننصدم تصرفات معينة، والخطأ يعود لنا حنا انه اعتبرناهم مثلا ما يعني بعيدين عن الأخطاء يعني، اعطيناهم قدسية. حتى لما حتى بعضهم بعض المشاهير ارتكب أخطاء كبيرة وهضم حق ناس، وكان يقول يعني الناس ما بتصدق فيني، وكان بعض الناس المهضومة حقهم يقول انا ما اقدر يعني اتكلم، الناس بتكذبني تقول مستحيل نصدق في فلان، وهذا جعل عنده ممارسات تزيد أكثر. بس إنه لو أعطينا الناس حقيقتها وإنه هم يصيبون ويخطئون وكذا، أنا والله إني أميل إلى هذا يعني بصراحة يعني. صحيح. ما يفترض إنه نقدس الناس. تفضل. معلي. وأنا حب أرحب فيك. الله يحييك. سعدت صراحة. طول عمرك. تواجدك معنا. الله يسعدك. السؤال كيف تغلبت على الرهبة؟ آه. إيه.
الرهبة من الكاميرا ومن والله وشوف يا أخي يعني يبدو أنه من بداية حياتي لأني لما كنت إمام مسجد وتعرف إمامة المسجد لها يعني بعدين لما كنت خطيب بالمناسبة مرة من المرات كنت في الديرة عندنا خطبت الجمعة وجاء عمي قال لي والله يا إسماعيل خطبتك رهيبة فقلت له يا عم إيش فهمت منها قال والله ما فهمت شيء بس أحس إنها رهيبة الخطابة لعبت دور التدريس لعب دور والإعلام أيضا لعب دور بس أبى أقول لكم على حاجة في هذا الجانب أنتم ما تلاحظوا بعض الأحيان يجيك دكتور في الجامعة وتلقاه يعني نفس الكلام اللي يقوله في الجامعة لما يجي أمام الكاميرا يرتبك ويخاف ليه؟ لأنه عقل الإنسان حتى في الاختبارات ما تشوف أنت تقول يا أخي أنا هذا السؤال أنا قبل شوي قاريه أي طار من راسي ليه؟ لأنه أنت عندك العقل الواعي والعقل اللاواعي العقل اللاواعي اللي يخزن 95% من المعلومات والعقل الواعي اللي الآن أنا أتكلم معكم فيه هذا ما يخزن إلا تقريبا 5% من المعلومات اللي هي المعلومات الحاضرة أنت لما تكون مرتبك أنت تستخدم عقلك الواعي فتدور على القصص اللي عندك أبيات الشعر المواقف ما تلقى شيء لأنه خذلك العقل الواعي ما تلاحظ لما تجي تصلي تكون أنت تقول أنا خايف أني أغلط وتقرأ حاجة أنت دائما تقراها دائما ما عمرك أخطيت فيها إيش معنى اليوم أنت أخطيت لأن أنت ركزت فضيعت فأنت تستخدم العقل الواعي فعشان كذا أنت لازم تكون في الإعلام مسترخي تحاول تسترخي عشان تجي تستحضر معلوماتك وإلى آخر حتى تبدأ أنت يعني نفس الأداء اللاواعي يعمل وقت الاسترخاء ويحضر المعلومات اي في احد منكم اخطا في الاذان صح الله يسلمك ها من هو ركز بالله لانه مركز والله ركزت وخليني اركز زياده ده لكن 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 انت في البيت لو ما حد عندك وتاذن عادي حتى وانت يعني انا ما اذن هناك اي شايف بس انا ما اذن فهو هذا هو عمليه مدرسه التحضير بس هذا الفكره يا شباب اسمعني اي معلش تفضل مساك الله بالخير الله يحييك مرحبا ومسهلا مليون طول عمرك اخوي فاضل عندي سؤال معلش من شقين سم والسؤال صراحه خطير ومهم شوي لكن طبعا نحتاج نعرف الاجابه يعني كمبتدئ في مجال الاعلام تسلم الشق الاول ما اصعب امر او اكبر مشكله واجهتها في الاعلام ممكن نواجهها احنا كاشخاص مبتدئين إيه؟ فهي اكبر مشكله مرت عليك اكيد ممكن تمر علينا كذلك الشق الثاني ما معنى كوني اعلامي لما اصل لمكان يقول معك الاعلامي فوش الدور اللي راح اقدمه بكوني اعلامي اوكي انت اعلامي بس وبعدين ابي هذا الاجابتين الله يحفظكم والله اشوف مواقف الاعلام ما تخلو الحقيقه فيها كثير جوانب صعبه للامانه وبعدين انت كونك على الهواء في كثير من الاحيان تصطدم بواقع يعني مثلا اضرب لك مثال كنت في حلقة من الحلقات مدتها ساعة ونص تخيل أول 7 دقائق انتهت المحاور اللي عندي أول 7 دقائق لأن الضيف كان من أخويانا اللي قبل شوية مرتبك وكل ما سأل سؤال قال صح خطأ إيه ما يأخذ لا انتهت المحاور فيه ولا وصح وغلط قدامك ساعة ونص فقلبت أنا أني أكون أنا الضيف فصرت أتكلم وأتكلم 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 عشان بس أنه يروح الوقت فزي هذا الموقف لو ما عندك حصيلة طبعا هذا الدرس أعطاني يعني خلاني لما أعد لأي برنامج لازم أكون أعد حق ساعة ونص قدام حتى لو أن لو الحلقة مدتها 20 دقيقة أي لأي ظرف كان يعني هذا يحصل يعني أذكر يا أخوان من كان عمر أديب الكبير هذا السمين المصري في اثنين اخوان مو باللي الان يظهر عمرو مصطفى ويطلع معه في عمر اديب مو عمر اديب اللي الان يظهر في اخوه الثاني الكبير اي اللي كان في اوربت عماد اديب عماد اديب يا جماعه كان مره يستضيف القذافي في حلقه سياسيه فتخيلوا قالوا الان جاء وقت البرنامج لازم تبدا والقذافي لسه ما جهز انت ابدأ 5 دقائق او شيء بس حتى نجهزه ويطلع معاك على الهواء
بدأ يتكلم خمس دقائق عشر دقائق عشرين دقيقة قالوا خلاص القذافي أوكي جاهز. القذافي جلس على الطاولة قال وين الكتب وقام قال حطوا الكتب حقتي. قالوا ما عليش صار مشكلة كمل. 45 دقيقة على الهواء يتكلم. هذه هي الثقافة. لازم يكون عندك هذا المخزون الثقافي والعلمي وإلى آخره لأي ظرف كان أنت تكون على الهواء أنت لازم تتعامل معه. الثقة تلعب دور. الثقة هي تجيك كيف أنت تستطيع أن تخرج من هذا الموقف بابتسامة بضحكة بكذا معليش خلونا كذا إلى آخره. هذه 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 عوامل يعني لازم أن تعمل عليها. لا يعني ما معنى كوني أنا إعلامي طلعت الحين من هذا المكان الإعلامي فرضا سعد الدوسري وصلت للسيم للناس وصلت في مكان في مجال معين في مجلس قالوا معكم الإعلامي بس يطرح في الذهن وش يعني كلمة إعلامي يعني مفهوم كلمة إعلامي صارت وسيعة الآن يعني إعلامي يعني أخبار ولا جرائد ولا صحفي والله شوف ترى حتى احنا بالمناسبة عندنا حقيبة اسمها الحوار الإعلامي في أكاديمية الحوار واستهدفنا فيها الكتاب الصحفيين والسوشيال ميديا الإعلام الجديد واليوتيوب والتلفزيون والإذاعة في الأخير هذه كلها إعلام لكن في مهتم بالشأن الإعلامي في ممارس إعلامي يعني الحقيقة حتى المصطلحات اختلفت الآن احنا جالسين نتكلم عن الإعلام نقول هو إعلام هادف ولا إعلام إسلامي ولا إعلام محافظ ولا إعلام اجتماعي ثقافي فهي ترى لأنه ما وجدت الحقيقة دراسات تنظم هذه المصطلحات وتحطها يعني في قوالبها الحقيقية الله يبارك لك سعد تفضل معذرة يا أستاذ إسماعيل أكثر سؤال حاليا يمر على الشباب اللي هو هل أنت بعد البرنامج يعني بعد البرنامج جميع الشباب بلا شك بيكونون إعلاميين هل أنت بعد البرنامج تتغير حياتك ولا لا وبما أنت لك خبرة ما شاء الله تبارك الله وإن إجابتنا متوقعة يعني إن شاء الله بتغير ما أدري بشوف هل بتغير ولا لا وبما أنك أنت ما شاء الله تبارك الله لك 13 سنة في الإعلام فهل أنت تشوف أنه الإعلام غير من حياتك أي هو شوف يغير الأمانة أنه حتى يعطيك شوية مسؤولية لما تعرف أنه والله ناس كثير تتابعك وتهتم وترى هنا يجي دور أنه الثقافة والتربية اللي أنت تربيت عليها كيف أنت تستطيع أن تحافظ على مكانتك ترى أحيانا الجمهور يجرفك إلى مكان بصراحة إذا ما أنت تستوعب هذه الجزئية فالجمهور يأخذك إلى أبعاد كثيرة فأنت لازم تكون حاضر الذهن بشكل كبير في هذا الجانب لازم تطور مهاراتك لازم يكون عندكم لقاء دائما بحيث أن أنتم تجددوا شوية من أدواتكم لكنه أنت بلا شك حتشهد متغير حتى في حياتك العملية حياتك العلمية حياتك والعلاقات وتلقى تبدأ الناس تهتم فيك المكان اللي أنت كنت تدخل فيه في عزيمة ما حد يطالع فيك الحين لا الناس ارحبوا يلا حيهم يستقبلك كثير من الناس يعني من كبار القوم بيستقبلونك كذا بس أنت جاهز أنك تستثمر هذه الفرصة عندك المخزون الثقافي والعلمي وإلى آخر أنك أنت تقود بتطور مهاراتك أنك تستمر ترى هذه الأبعاد هي المهمة جدا أنت كيف استعداداتك لها أستاذ إسماعيل ما شاء الله يعني ظهورك بالإعلام يعني على الشاشة ظهورك على الشاشة جدا جميل يعني تسلم فأنت انظهرت مدة قصيرة وانغبت غبت مدة طويلة صح يعني وش الهدف من هذه والله يا أخي ما أشوف ما أعرف أنا ما أحب أتعلق بشيء هذه مشكلة ملول يعني ها؟ ملول لا لا ما أحب أتعلق ما أحب أتعلق بشيء ودائما أحب أنه يكون يعني تكون الأشياء حولي ما هي بأشياء تجرني إلى يعني ما سناب شات ما عندي ولا أحب أنه خصوصياتي تكون مكشوفة للآخرين وللأمانة في سناب شات الآن أي واحد أي شخصية تلفت انتباهي أبغى أتعرف عليه أدخل سناب شات أسبوعين أعرف كله وخلاص أحذفه عرفته وأشبع الاستفهامات اللي عندي من معرفته أنا هذا ما أبغى يكون متاح للناس وعشان كذا حتى تويتر يمكن الآن لو تشوف آخر تغريدة غردتها يمكن من 3 أشهر ولا من شهرين أغرد أحيانا أوقف أحيانا أظهر في الإعلام أحيانا أوقف أحيانا ما أحب أني أتعلق لأن التعلق يا أخوان مشكلة بصراحة مشكلة والله يا شباب كنا في المغرب قبل فترة
وكان واحد من مشاهير السوشيال ميديا مشاهير السناب شات تحديدا. أقسم بالله إنه ما استمتع بالرحلة والله إنه بس أقول لك هذه إيش المعلومة ذي؟ أيوة تنطق كيف؟ ما أدري إيش. طيب أوكي هذه هنا ما أدري إيش مدري. والله عايش للناس مو عايش لذاته. ما استمتع أبدا بالرحلة يا جماعة. ما شاف المغرب ما شافها والله. بس ترى بعض الناس يستمتع يرجع المفروض يفلهم هو عايش للناس ترى ما يستمتع ما يستمتع عايش للناس متعته صارت الناس لما يتخلوا عنه الناس حيتألم ألم مرة شديد. معلش ما شاء الله عليك من خلال الخبرة العريضة هذه 13 سنة تسلم. أكيد أنك ما مشيت على نفس الرتم. ودي توضح لنا بس أهمية الدورات في المجال الإعلامي واللي أنت أخذتها عشان إن شاء الله نكمل حنا بنفس الدورات المهمة للمجال الإعلامي. والله شوف يا شباب أنت عشان تتطور دائما لازم تحرص على القراءة والاطلاع. لازم تبحث إيش الجديد في المجال اللي أنت فيه. لازم يكون عندك دورات تدريبية متواصلة. حاول تغريداتك تكون في هذا الجانب وتتابع في تويتر وتتابع في السوشيال ميديا الناس اللي بالضبط في اهتمامك عشان تطور مهاراتك وقدراتك فيها. إذا أنت ما استطعت دائما تتواكب حتلقى نفسك بعد فترة لأنه تشوفون ما شاء الله الإعلام متسارع جدا. أنا يا شباب تخيلوا قبل سنتين نقدم برنامج تلفزيوني اجتماعي أسأل الضيف أقول له طيب الآن يعني كيف ممكن نتعامل مع الكمبيوتر في البيت؟ وش يقولون؟ يقول لا الكمبيوتر ننصح أنه يكون في الصالة عشان الأطفال الأبناء لما يعني يكونوا تحت المراقبة الأب والأم لما يروحوا ويجوا الكمبيوتر قدامهم. طيب هذه الإجابة كانت قبل سنتين الآن نقدر نقول هذا الجواب؟ لا. اختلف كل شيء تغير كل شيء. شوف السرعة والتسارع هذا. فإذا أنت ما واكبته يعني حتظل يعني تفتقد اشياء كثيره فيه. الاخ فيصل هنا عنده سؤال. طيب بس اخذ اذا سمحت تفضل. اول شيء تشرفنا بحضورك والمعذره والله على الاطاله. كل هذا طمع بمسيرتك المهنيه بالخبره ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك فيك. النقاط الاساسيه اللي تشوف ان على الاعلامي واللي سمى اللي سمي باعلامي انه يمشي عليها حتى ما يخسر مكانته اللي كسبها في الاعلام. اسباب رئيسيه 1 2 3 الاشياء الرئيسيه اللي المفروض انه يتبع عليها. معليش سؤالك كان يكلموني في طيب تسلكني يعني مليون. لا 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 قول هنا ابغى استوعب معك. تفضل. النقاط الاساسيه اللي المفروض انه يمشي عليها بس نفس السؤال نفس الكلام. انا عرفت نفس الكلام نفس العبارات نفس العبارات وعيدها من جديد. اها قال لك الضال المايك طافي. لا 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 تفضل طيب نعيدها من جديد. لا واضح انك تقلد علي بالله يدور من صدر المعذره والله على الاطاله. تفضل. شو اسمها عند النقاط الاساسيه. أيوة. النقاط الأساسية اللي مفروض إنه يمشي عليها الإعلامي أو اللي سمي بإعلامي حتى ما يخسر مكانته اللي كسبها. والله يا أخي شوف يعني أنا ما عندي تقريبا إجابة واضحة أو شافية في هذا اللي الجانب. اللي أنت تشوفها أو أنت تبعتها تشوف إنها أشياء أساسية. هو شوف يعني العلاقات الناس تجرك يعني كيف أنت تستطيع أن تحافظ على علاقاتك مع الناس ما تفقد مكانتك معهم؟ كيف تستطيع أن تحافظ على الجمهور؟ ما يملك ويكون دائما لديك جديد. كيف أقدر أنا طيب الشيء هذا؟ بتطوير أدواتك. يعني أنت الآن لما بكرة كلكم تطلعوا يصير عندكم سناب شات وتصير تقعد تكرر نفسك. الفترة الماضية لو لاحظتوا في سناب شات صاروا المشاهير وش يقولون؟ يقول والله ما عليش أنا طولت عليكم ولي فترة ما جيت وفترة ما ظهرت وما عليش فترة ما صورت صح؟ ما عندهم شيء. فحتى انهم يصنعوا يحاول يفرح ان احد يعزمه عشان يحاول يصنع شيء. اذا ما عندك ادوات ما عندك مخزون تستطيع ان تحافظ بوجودك تكون موجود حتظل يكون عندك هذه الاشكاليه. واحنا قلنا التدريب البرامج التدريبيه تطوير المهارات القراءه والاطلاع والى اخره هذه ادوات تساعدك بشكل كبير. تفضل. الله يحييك يا مرحبا الله يسلمك. ذكرت انه ما شاء الله مسيرتك 13 سنه وما اعتقد انها قليله. وفي نظري ان اشوفك اعلامي مخضرم حاليا خصوصا انك عشت الاعلام التقليدي اقصد فيها التلفزيون وما الى ذلك واقصد الاعلام طيبين بالضبط وان شاء الله هو طيب ان شاء الله. الله يبارك فيك. والمرادف اللي هو الاعلام الجديد اقصد فيها السوشيال ميديا بشكل عام. نعم. الان وش اللي تشوف انت اميز كون اعلامي مثلا بينطلق يكون مثلا بيكون له اشياء مثلا سواء على اليوتيوب او على قناه الشاشه التلفزيون. نعم. الانجح حاليا
أن يكون يتوجهه بشكل بنسبة كبيرة على السوشيال ميديا أو أن يتوجه على التلفزيون التقليدي اللي هو الإعلام التقليدي المعروف؟ شوف كانوا مشاهير السوشيال ميديا يقولون أنه إحنا سحبنا البساط من القنوات ثم بعدين ظهروا كلهم في القنوات تلاحظونهم. فأعتقد هذه وسيلة وهذه وسيلة. هلهم ظهروا أو استقطبوا للقنوات؟ استقطبوا فهم على طول راحوا ركض لها فظهروا فيها وتواجدوا فيها. صحيح. فأعتقد أن هذه كلها وسائل وكل وسيلة. يعني أنا شوف عندي ولدي عبد الرحمن وبنتي رزان خليهم لك الله يسعدكم. هم الآن في مرحلة ثالث ثانوي والجامعة وعندي أولاد الثانيين اللي في المتوسط وعندي اللي في الابتدائي. تخيل اللي في الجامعة عندهم مشاهير يتابعونهم واللي في المتوسطة عندهم مشاهير يتابعونهم واللي في الابتدائي عندهم مشاهير. اللي في الابتدائي يعرفون أسماء ما يعرفونها اللي في المتوسط واللي في المتوسط عندهم أسماء ما يعرفونها اللي في الثانوي. فشوف يعني كل واحد له عالمه. فأنت كيف يعني شوف زي الشيخ سلمان العودة عنده سياسة أني أتواجد قدر ما أستطيع في كل المجالات. تلقاه في اليوتيوب، تلقاه في تويتر، تلقاه في الانستغرام، تلقاه في السناب شات، تلقاه لأن هذه كلها شرائح وكل شريحة لها أهدافها وكذا. التواجد فيها أنا أرى أنه الحقيقة فعلا شيء كويس بالذات اللي حريص أنه يكون له منتج ويكون له كذا. أنا بس لأني ما عندي حرص أن يكون لي منتج إعلامي فعشان كذا أنا أتوقف. يعني أنا أحب الإدارة ولأجل ذلك الإعلام ما هو بالنسبة لهدف لكن له هدف. حكون لي قناة في اليوتيوب وحيكون لي في الانستغرام يكون لي في تويتر وإلى آخره لأن كل الطرق اللي ممكن أصل من خلالها لشريحة المستهدفة. جميل وصلك. أنا عندي مداخلة بسيطة بالنسبة لموضوع الأخ اللي كان معك في المغرب الله مس عليه بالخير. بالنسبة اللي تقول أنه عايش للناس مو عايش لنفسه أنا بضرب المثال هذا فيني أنا لنفسي. مو شرط أن يكون عايش للناس أو أن يكون عايش لنفسي. يعني مثلا أنا الحين بسناب شات عايش لنفسي وللناس أسعد نفسي وأسعد الناس معي. يعني أنا أنبسط وأبسط الناس معي. هل أبغى أشوف أنا وجهة نظرك في هذا الموضوع يعني إيش رأيك؟ يعني شوف أنا مع التوازن. يعني أنا ما أقول أنك تلغي الناس بس ما أقول أنك تعيش الناس. أنت برضو لنفسك عليك حق. فأنت إذا ما توازنت في الحياة يصير عندك مشكلة. يعني إذا أنت مثلا في العمل عندك يعني شو من أسباب السعادة أن تكون ناجح في علاقاتك مع الناس وعلاقاتك مع نفسك. حلو. وعلاقتك مع يعني مع الله سبحانه وتعالى تكون علاقتك في أسرتك ناجحة. إذا اختل أي شيء من هذه أنت ما تشعر بالسعادة. صحيح. لأجل ذلك الناس لازم يكونون جزء من حياتك لكن مو كل حياتك. أي شيء كده نقول أسعد نفسي والناس. العمل جزء من حياتك لكن مو كل حياتك. الناس جزء من حياتك بس مو يعني بهالشكل. التوازن دائما يا جماعة التوازن شيء مرة مهم. صحيح. مطلب مهم. باقي 10 دقائق تفضل. طبعا ما قصر الشباب الله يجزاهم خير. الله يحييك. زين بس من اليوم الله يتذكر انت اللي قاعد تعطيهم الاجوبه. ايه ولكن انا شويه بغير. اسلم. وبحاول على كثر ما اقدر تحت اسم الشباب كلهم ان اعطيك هذا الطيب. اسلم. الله يجزاك خير. الله يعطيك العافيه. الله يطول عمرك. شكرا. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. وهذا ما في منك. تسلم. هذه خلطتي الخاصة. الله يطول عمرك. ويقولون الشباب اني احب الطيب. ايه حبيت اني اقدم لك. الله يجزاك خير. حبيبي. طيب في احد يبغى يقتدي بالاستاذ حمد يا اخوان؟ طيب طول عمرك. الله يبارك فيك. يعطيك العافية. يا الشيخ فيصل. عفوا تفضل. كيف توفق بين حياتك الشخصية والإعلامية؟ طبعا انا اشوف والكلام اللي اقوله قبل شويه انه التوازن امر في غايه الاهميه. وانا لما قلت ان الاسره عندي ذات اولويه انا ترى عندي في البيت عندي جيم. الرياضه لازم تلعب دور في البيت. عندي الاولاد عندهم حصه في القراءه لازم يقرؤون. عندهم كتب يقرؤون منها وعندهم رياضه يمارسونها. عندهم العاب جماعيه يلعبونها. عندهم أجهزتهم اللي أيضا يلعبون فيها.
أنا مسوي سيستم في البيت، نظام كامل في البيت، عندي نظام تجميع إكسات وتجميع نجوم وتجميع مدري إيش، وفي عندي يعني ما يتعلق بالأخطاء، وكل خطأ عليه يعني نقاط معينة، وكل إيجابيات عندها كذا، ويشوف الأولاد، وحتى تدرج في العقوبات اللي موجودة في كل ولد، يعني تعديل في السلوك بشكل كبير جدا. أنا أولي الأسرة بصراحة اهتمام عالي للغاية، ولأجل ذلك أنا عندي العمل في أكاديمية الحوار، ثم العمل في القناة، بعد ذلك أسرتي، أي شيء ثاني ألغيه للأمانة، أي شيء ثاني ألغيه. فأنا أحاول قدر ما أستطيع أني أكون متوازن، لأن التوازن هو أحد مسببات النجاح، أحد مسببات النجاح. لا تشعر بسعادة وأنت مقصر في بيتك، لا تشعر بسعادة وأنت مقصر في عملك، لا تشعر بسعادة وأنت مقصر في علاقاتك. فهذه الخلطة تجمع بينها، لازم، مهمة، لازم. أي نعم، هي العلاقات، علاقتك بربك وعلاقتك بالناس وعلاقتك في يعني في عملك وأيضا في أسرتك. يعني أستاذ إسماعيل، تتوقع خبرتك الإدارية في الإعلام فادتك أنك، لأن من كلامك أنا أحس أنه البيت مليان في فقرات، زي فقراتنا هنا، في نقاط وفي خصومات وفي كذا، فأحس البيت عندك ممكن فيه فعاليات وفي برنامج، بس احنا ناقصنا برنامج الرياضي اللي هو ما هو موجود الآن. والله أنا أحرص كثير في البيت على هذا الجانب، حتى الأولاد ما عندهم، شو عبد الرحمن الآن في الجامعة ما عنده علاقات برا، لأنه حاس في البيت معبأ ووقته مليان، ما عنده فراغ يفكر في أني ودي أطلع. فهذا الجانب مرة مهم، يعني مهم جدا، مع أني أنا مؤمن بأنه الخروج شيء طيب، أنه يروح ويتعرف على الاحتكاك الناس. يعني أي أنا مؤمن بهذا بالعكس يعني، بس هو حتى أشوف يجون بعض الناس يدقون الباب يصرفهم، ما يبغى يطلع معه. والله هذه فعاليات كثيرة هذه، يعني نبغى نشوف أو تعطينا البرنامج اللي تقيمه. إيه هذه يبغى لها جلسة. قاعد يسمعنا كذا عبد الرحمن، مشكلة والله. ليه؟ يتصرفون قاعد يسمعون الآن. تعنيهم أنت. عرب أخي أنا يصرف. عندكم رايمات أستاذ إسماعيل؟ ما مسؤوليته هو. ها؟ ما عندكم رايمات؟ لا ما في براي، ما في براي. والله سؤال هذا شوي شخصي، بس احنا بنمر عليه كثير. تسلم. اللي هو بعد ما دخلت الإعلام ودخولك الإعلامي، أنت فقدت خصوصيتك أو تحس إنه في أحد أو الناس تحاول إنها تأذي خصوصيتك هذه، أو تأثر حتى على أهلك وعيالك أو محيطك، أو صارت مشاكل بينك أنت في وسط البيت بسبب هذا الإعلام؟ والله شوف، من شقين. أول شيء أنا ما عندي حساسية من هذا الموضوع، يعني حتى لما قابل أحد في السوق ومعايا أسرتي، أنا أشوف بعض الناس يقول يا أخي طيب أنا أسرتي معايا يا أخي، ويجي يقول يبغى يسلم، طيب يا أخي الرجال يحبك، يعني ليش أنت ترفض محبيك؟ فما عندي ما عندي تحسس من الموضوع، وأنه الناس مثلا يعني تجي تبغى تسلم عليك أو تبغى تتكلم معك أو كذا، أيا كان عندي أريحية في هذا، ويفترض أن هذا يكون يعني في بشكل عام. كنت بجاوب عليه في شق ثاني كان مهم الحقيقة، لكنه طار. نسوي الحظ. يجي مع السواليف. يجي مع السواليف. واحد يقابل الجمهور أو كذا، حتى مهما كان عليه ضغط وزعزينه، وإذا رحت مول ولا رحت من حق الناس. أتواضع لهم يعني. الله يسلمك. تفضل. الله يسلمك. تفضل. الله يحييك. طول لي عمرك. بعد قلبي والله. بس المايك يقولون الظاهر إنه. ما طار. عد مبسوط بحظي. عد مبسوط بحظ. سلام. حياك الله يا استاذ. الله يحييك. مبسوط والله فيكم، مبسوط في الشباب. طول لي عمرك. الله يسعدك. انا سؤالي بسيط عن الاشاعات. احيانا انا ما اقدر ارد عن اشاعه لان مثلا فيها شيء بخصوصيتي. ايه. عن الاشاعات بشكل عام والتعامل معها. شوف الاشاعه ما يفترض، اول شيء يفترض ان انت تحاول ما تحط نفسك في اماكن ممكن تكون فيها مشكلة. الشيء الثاني يجب عليك لا تتهرب. إذا حصل موقف كنت غلطان أقول غلطان، ما كنت غلطان أطلع أقول ماني غلطان. لا يجب إهمال الإشاعة، لأنه حياكلها الناس وحيستمر فيها. ومع الأسف في دراسة أنه أغلب الشائعات تقريبا، الناس اللي تهتم للشائعة يعني تقريبا 60% من اللي شافوا الشائعة ما شافوا نفيك لها، وهذا مؤشر خطير. بس أنه لازم أنت تكون تنفيها. طيب وإذا كثر منها بحجة أنه
تجاوب 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 خلاص طيب يا وقاعد ينشر بكذا اتجاه. أشوف أنت طبعا الشائعات اللي ممكن تمسك أنت كشخص يعني مو أي شائعة، في أشياء لازم تتجاهلها 100% لا توقف على كل شيء، وفي المقابل أنت سوي الصح اعمل الصح وبعدين ما عليك من النتائج اللي ممكن تكون، بس أنت مقتنع أن هذا هو الصح شفت، وردات الفعل لا تهمك طالما أنت مقتنع بهذا اللي أنت جالس تسويه. بس أنا أقول لما تكون في شائعات كبيرة ممكن تضرك لا لازم أنت تجي توقف هنا، يعني تمس الشرف أحيانا تمس العرض تمس مثلا يعني قيمة معينة لا لازم أوقف وأنفيها. تذكرت الجزئية، أغلب المشاهير فاشلين في زواجهم. ليه؟ يصيبهم الغرور حتى زوجته خل مرة. إيه ليش؟ أنت الحين في الشارع يجونك الناس بالله تكفى سيلفي تكفى مدري إيش تكفى وقع لي تكفى مدري مين، وتدخل البيت تقول ليش تتأخر؟ ها؟ الحين لا كم لك ولا أنتظرك. طيب أنت صار عندك فصل هنا في ال يعني أنت كيف أقنعها؟ ها؟ كيف أقنعها إن من أنت كيف تتكيف على أن هذه زوجتك مختلفة عن الناس؟ وأن مكانتك عند إيه برا مختلفة. طيب إذا كانت تدري من أول وقلنا أوكي خلاص ما عندي مشكلة، بعدين إذا هذا تغير السالفة ترى دافعها الحب. ها؟ إيه؟ دافعها الحب تغيرها حبك وكذا يعني إيش تطلقها ولا إيش؟ ليش عيد تفهم عيد تفهم يعني عيد تفهم هذه محتاجة جلسات تحتاج قبل زواجك أنا بجلس معك إن شاء الله. إيه مو هذا الحين الله يهديكم يا شباب. طيب يا شباب أعتقد الوقت انتهى تقريبا، أنا سعدت بالوقت اللي قضيته معكم. الله يسعدكم الناس وسامحوني يعني كان الكلام كثير وكان يفترض أن الله يعطيكم العافية. استمتعنا معك. الله يسعدكم. قبل ما تختم بس يا أستاذ إسماعيل حاب أسألك سؤال بس، أطلقه ولا ما أطلقه؟ هو تزوج بعدين يجي وأتفاهم أنا وياه بس نتزوج بنفس اليوم يعني عشان توهم لازم نجلس مع بعض إن شاء الله نتكلم. شكرا لك. الله يبارك فيكم يا شباب. الله يعطيكم العافيه. فرصه طيبه. الله يحفظكم. سعدنا فيكم. الله يحفظكم. اسعدكم الله. الله يبارك فيكم. فرصه طيبه. الله يحفظكم. شكرا جزيلا. الله يسعدك. الله يعطيكم العافيه. بس ان شاء الله ما في منها. تسلم. هذه انا عندي. طيب لو عجبنا ونبغى نتواصل عليها. شرفنا فيك. هذا نوع من انواع التسويق بعد البرنامج. هذه خلطتي الخاصه. الله يعافيك. فرصه طيبه. خلطه البهارات. الله يسلمك. تسلم. الشرف لي والله. الله يطول لي عمرك. في بهارات والله. الله يطول لي عمرك. تشرفنا والله. الشغف ها؟ ان شاء الله. الله يطول لي عمرك. فرصه طيبه والله. تشرفنا. يا رب 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 يا